لازمك تاكسي يا حلوة. يلا تعال. آسفة عذبتك معي. لا حبيبتي أي عذاب، هذا جزدانك. شكراً لإلك. العفو. عم قول لحالي لو كل فترة أنسى بالكافيتيريا شي غرض، مثلاً جزداني أو دفتري أو كتاب أو تليفون، وبهالطريقة بصير بشوفك أكتر قدير. إيه منيح، بس أنت مالك مضطرة لكل هالحجاج مشان تشوفيني. إمتى ما بدك بطير وبيجي لعندك. قدير إجا بابا. أنا رح أورجيك يا شباب. خير إن شاء الله. قدير أنت شو عم بتساوي هون؟ أنا اليوم نسيت جزداني بالكافيتيريا وقدير جاب لي إياه. بعتقد ما وجهت لك هالسؤال إليك، شو عم بتساوي هون؟ بابا عن جد ما في شي لحتى تعصب، وقدير كان رح يروح أساسا. طلع على كتبك إذا بتحب إنه نقعد ونحكي. أي وأنا شو بدي أحكي معك؟ بدي أتناقش معك كم كاسة شاي بعت اليوم بالكافتيريا، ولا بدي أسألك كيف بتمسك إيد بنتي قدام بيتي؟ يلا جاوبني. قدير روح من هون، روح ولا تخليني جن. قدير لو سمحت روح. بابا ليش ساويت؟ عالبيت عالبيت. يلا امشي قدامي لشوف ولا تعصبيني. تحركي. معقولة طول كل هالسنين ما قدرت علمك هذا الشيء؟ أنا كنت دائماً أقول لك إنه أكتر شيء بكرهه بالحياة هو الكذب. ما بحب حدا يخدعني وأنتي بتعرفي هذا الشيء. قال شو فصلت عنا وعلى أساس فاتت بحالة اكتئاب بس كانت عم تمثل علينا. أميرتي اللي بحبها أكتر من عيوني عم تضحك علي. كيف خير؟ شو صاير؟ كيف يعني شو صاير؟ طبعاً حضرتك نايمة ومانك منتبهة على شيء، بس رياح الحب تبع بنتك عم تعصف برا. هذاك اللي اسمه قدير كان واقف معه ماسك لأيده، واثنيناتهم عم يتغزلوا ببعض بالشارع مثل اثنين عشاء. مو قدير عم يوعد وحدة تانية؟ انتو مو انفصلتوا بنتي؟ كنتي عم تكذبي؟ ايه انا كذبت. انا بحبه لقدير وما انفصلت عنه. لا يا ميليسا، انتي ما بتحبيه وانا ما بسمح بهيك شي ابدا. هالموضوع مو بأمرك يا بابا، انت مو هيك ربيتنا. ما حدا بيقدر انه يتحكم بمشاعري. ماشي انت ابي، بس ما بحق لك هالشي. طلعي فيني يا بنت. خلص عكف، اهدى اهدى شوي. بس دقيقة دقيقة، طلعي يا بنتي يا روحي. من وين عم تتعلمي هاي الشغلات التافهة؟ اهدى عكف روح. استني لحظة، فهميني بأي كتاب قريتي هاي الشغلات السخيفة؟ لسه يا دوب عمرك 17، يعني لساتك تحت السن القانوني. انت مانك بالغة، يعني لساتك مسؤوليتي. بس رح اكبر وقتها انتو ما رح تقدروا تساووا شي. ليك بابا انا جدية كتير، أنا ماني عم بمزح، وصدقني أول ما يصير عمري 18 سنة بروح مع قدير. لبقى تضغطوا علي أكتر، تركوني بحالي رجان. إيه لأ عاكف، سمعت البنت شو هي عم تهددنا؟ قال بدها تروح من هالبيت ومع قدير. إيه طبعاً طبعاً، أنا ما بسمح لهاي البنت تطلع برات الغرفة، وممنوع تروح على أي مكان، ورجاءً أنت لا تجنينيني. ليش أنا شو حكيت يا عاكف؟ أنا بس عم قول اللي قالته البنت. وأنا عم قول لساتها طفلة وهي ما بتفهم. لو كان عمرها 17 سنة طفلة، ولو صار عمرها 37 سنة بتضل طفلة. بعدين طول ما أنا لساتني عايش ما بيصير غير اللي بدي إياه هون. مفهوم ميليسا خانم؟ طول ما أنا لساتني عايش ما بيصير شي بهالبيت غير اللي بدي إياه، وانتهينا. نبهات روحي بسرعة وجيبي لي تليفونها. ماشي عاكف، أنا رح جيب تليفونها، بس اهدى شوي. عود عود خلص اهدى. شو هالمسخرة؟ روق هلأ بيرتفع ضغطك، رح جيب تليفونها، لا تعصب. ايه والله مزبوط، ليش لحتى عصب ويرتفع ضغطي؟ بكرة بقلعوا عن كلياتهم من حياتنا وبينتهي كل هالموضوع وما بيجعني راسي. وميليسا خانم وقتها بتعرف شو يعني انه ما تطيع كلام ابوها. هالولاد رح يجننوني ويجيبوا اخرتي. وكن دندن ايه يرم بلكي Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.